السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح طريقة لتخطي التحقق بخطوتين للدخول إلى حسابك على الفيسبوك على الحاسوب. في البداية لابد أن نقوم بشرح بعض التفاصيل. بالنسبة للتحقق بخطوتين، نقوم بإضافتها كحماية للحساب الخاص بنا على الفيسبوك، وسبق أن شرحت هذه المسألة فيما سبق. لكي نقوم بتجاوز هذه الخطوة، لابد أن يكون الهاتف الخاص بك يحتوي على تطبيق خاص بالفيسبوك، ويجب أن يكون حسابك على الفيسبوك مفتوح على التطبيق الخاص بالفيسبوك لكي تتجاوز هذه التحقق بخطوتين على الحاسوب. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في البداية سوف نقوم بالدخول إلى صفحة الفيسبوك بهذا الشكل، ثم هنا سوف نقوم بإضافة كلمة سر، ثم ننقر هنا على لوجين، ثم ننتظر لبضع ثواني، وسوف تشاهدون أننا سوف نجد مشكلة في عملية تسجيل الدخول، لأننا سوف يتم إرسال الرمز. لاحظوا معي هنا يعطيك بعض الاختيارات. هنا بالنسبة للاختيار الأول، اختيار طريقة لتأكيد هويتك، تم تشغيل المصداقية الثنائية لحسابك مما يتطلب إجراء خطوة تسجيل الدخول لإضافية هذه الموافقة من جهاز آخر. يعني هذه هي الخطوة التي سوف نقوم بالتحدث عنها في هذه الحلقة. يعني تم إرسال إشعار إلى جهاز آخر لتسجيل الدخول إليه، يرجو تفقد الإشعار فيسبوك على الجهاز الذي سجلت الدخول عليه بالفعل إلى الحساب، وقم بالموافقة على تسجيل الدخول لمتابعة. هنا يقول لك أو قم بإدخال رمز تسجيل الدخول. سوف تقوم بإدخال رمز المكون من 6 أرقام من تطبيق المصداقية التي قمت بإعدادها. هنا كما تلاحظون يطلب منك أن تقوم بإدخال 6 أرقام خاصة بتسجيل الدخول. أنت لا تتذكر هذه الأرقام خاصة بتسجيل الدخول. يعني سوف نأتي إلى الموافقة على أجهزة، الموافقة من جهاز آخر أو أجهزة أخرى مرتبطة بعملية تسجيل الدخول. سوف نذهب إلى الهاتف الخاص بنا. جيد، بعد الدخول إلى الهاتف الخاص بي أذهب إلى حسابي على الفيسبوك. كما قلت فأنا قد قمت بفتح الحساب الخاص على تطبيق خاص بالفيسبوك لايت. نذهب إلى الإشعارات بهذا الشكل. بعد ذلك سوف نجد هنا حاول جهاز غير معروف الوصول إلى حسابك مؤخرا، اعلمنا إذا كنت أنت من حاول ذلك. سوف نقوم بالنقر على هذا الإشعار بهذا الشكل، ثم بعد ذلك ننتظر إلى ما يتم فتح معنا الحساب الخاص بنا. كما تلاحظون الآن تم فتح الحساب الخاص بنا وهذا هو الإشعار. هنا سوف تجد هذه الرسالة: مراجعة تسجيل الدخول، حاول شخص ما مؤخرا تسجيل الدخول إلى حسابك من كمبيوتر أو غيرها أو متصفح. نقوم بالنقر على متابعة. بعد ذلك سوف تأتيك هذه الصفحة الخاصة بمراجعة تسجيل الدخول، تقوم بالنقر على كنت أنا بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تأتيك هذه الصفحة الأخيرة وهي تذكر المتصفح. يقول لك هنا تختار اختيارين: حفاظ متصفح أو عدم حفظ. تقوم بالنقر على متابعة بهذا الشكل، ثم ننتظر لبضع ثواني. بعد ذلك نكون قد قمنا بعملية تسجيل الدخول. ولاحظوا معي هنا ماذا سوف يقع للحاسوب أو للحساب الخاص بنا على المتصفح. الآن قد قمنا بتجاوز التحقق بخطوتين بطريقة سهلة جدا بدون استخدام أي تطبيق أو حتى كما قلنا الرموز الخاصة بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا على الفيسبوك. وإذا كنت تواجه مشكلة في عملية تسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك، يجب عليك أن تقوم بإيقاف التحقق بخطوتين على الهاتف على كما قلنا الحساب الخاص بك على الفيسبوك من خلال خطوات بسيطة جدا. سوف نذهب إلى الإعدادات الخاصة بالحساب الخاص بنا بهذا الشكل، إعدادات الخصوصية. بعد ذلك نذهب إلى الإعدادات أو التحقق من الخصوصية. نختار نحن الإعدادات حتى نشرح التفاصيل على حدة.
بعد ذهابك إلى الإعدادات نذهب مباشرة نذهب إلى عملية كلمة السر والأمان بهذا الشكل، وبعد ذلك سوف تظهر معك هذه الصفحة. كل ما عليك فعله هو أن تذهب إلى كلمة السر والأمان بهذا الشكل. هنا تحقق من الأمان، هنا سوف يعطيك بعض كما قلنا كلمات السر والأمان، كذلك تسجيل الدخول والاستيراد، كلمة السر هنا، المصداقية الثنائية، هذا هو ما يهمنا في هذه الحلقة، نقوم بالنقل عليه بهذا الشكل. هنا يقول لك بأن المصداقية الثنائية، اختر حساب الإعداد المصداقية الثنائية، مثلا هنا هذا الحساب الخاص بنا، لاحظوا معي هنا سوف يعطيك بعض المصداقية الثنائية قيد التشغيل، فأنا قد قمت بتشغيل هذه المصداقية موصى بها، ستتلقى رمز تسجيل الدخول من تطبيق المصداقية. سبق شرحنا هذا الأخير، طريقة الاحتياطية، كذلك طريقة إضافة طرق إضافية. هنا لديك عدة اختيارات، سوف نختار نحن هذه الخيار كما تلاحظون. فهنا بالنسبة للتطبيق الخاص بالمصداقية، فإحنا نحن قد قمنا بتشغيل هذه المصداقية من خلال هذا التطبيق الخاص التابع لجوجل. هنا لديك خيارا، يا إما أن تقوم بتشغيلها، يعني أن تقوم بإيقاف تشغيل هذه التطبيق الخاص بالمصداقية حتى لا تجد مشكلة في عملية تسجيل الدخول، أو يمكنك أن تقوم بعملية أو تتركها كما هي. فبالنسبة لي أنا سوف أقوم بتشغيلها حتى أقوم بحماية الحساب الخاص بي. وكانت هذه الطريقة إخواني الكرام لتقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك كما قلنا بدون تطبيق مصداقية، أو كما قلنا رموز تسجيل الدخول فقط من خلال هاتفك أندرويد. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.